السلام عليكم وحياكم الله يا مساء النور والسرور عليكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم 7 على 7 على قناة الفجيرة. حياكم الله ومسي على زميلتي مروة. يسعد مساك عبد العزيز ويسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة في برنامج 7 على 7. الأجواء اليوم كانت جميلة جدا ويانا الخير ويانا مطر عبد العزيز وكان الأجواء روعة اليوم. على طول الأجواء جميلة. أنا قلت لك قبل لو طول ما أنت موجودة بالفجيرة الجو يكون جميل وممتع. أشكرك والله أنت الموجود في الفجيرة ويا يعني المطرين. جزاك الله خير. الأجواء وايد جميلة ومن 3 أيام بدأت الغيوم وتنزل الأمطار فنشعر يعني سعادة. نعم. دوما الجو يخليك تشعرين بالسعادة. فعلا. فالحمد لله الله يديمها يعني من أجواء جميلة ورائعة. تعرف اليوم شو فيه عبد العزيز؟ اليوم يوم المرأة المسلمة. يوم المرأة العالمية المسلمة. الخبر اللي بقولكم يا مشاهدينا أن يوم المرأة المسلمة أطلقتها بنت أردنية عمرها تقريبا اليوم 27 سنة في 27 مارس في 2017 علشان بس يكون تغير صورة المرأة المسلمة عند الغرب والإسلاموفوبيا وخاصة أن في شوية عنصرية عند الجاليات العربية والمسلمة اللي موجودة في الغرب. هي اسمها أماني الخطاط بعتقد. نعم. هي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية سوت اليوم هذا لتحسن صورة المرأة المسلمة لدى الغرب. للأسف الشديد أحيانا بعض الناس أو بعض الجماعات اللي شوهوا صورة الإسلام بشكل عام وشوهوا صورة المرأة المسلمة. فاللي هي سوته واللي هي قامت فيه عدلت من هذه الصورة وحسنت من صورة المرأة فعلا. المسلمة لدى الغرب لتبين لهم أن المرأة المسلمة هي مرأة مسالمة، هي مرأة تشارك في المجتمع. وأكبر دليل نحن قاعد نشوف الدول الإسلامية فعلا. يا مروة أن المرأة المسلمة قاعدة تشارك في يعني قاعدة تشارك الرجل في جميع المجالات في مختلف المجالات. من الأشياء اللي حبيتها عبد العزيز إنه كان في فلتر في السناب شات اللي هو Muslims Women's Day. Muslim Women's Day نقدر نأخذها نشوفها الفلترات على سناب شات. هذا الفلتر وهذا الفلتر أيضا. فالشيء الجميل إن بنت عمرها 25 سنة كان أطلقت هذا اليوم واليوم أيضا موجودة على سناب شات تهتموا في هذا الموضوع. أيضا الجميل إن في هذا اليوم في موقع إلكتروني علشان ينشرون النساء المسلمات قصصهم لتحت شعار شوفوا الشعار النساء نساء يردن على العنف علشان ما يكون في عنف ضد المرأة المسلمة. والحلو أنه في كل سنة لليوم المرأة المسلمة يا مروة يقومون ويوصلون رسالة. الرسالة هذه نوصلها للغرب يوصلونها للغرب ويحسنون الصورة اللي هي موجودة. فكل عام خاصة وأنت بألف خير يا رب. والجميل أنه أيضا يلغوا فكرة الإسلام فوبيا التعليقات العنصرية اللي موجودة في بعض السوشيال ميديا من بعض الغرب يعني اللي هم ما عندهم هذه الثقافة. أشكرك أنك أنت طرحت الموضوع هذا. أشكرك أنت أيضا عبد العزيز ونشكر صاحبة الفكرة هذه أماني. فعلا أماني الخطاطبة وكنت تشربين القهوة ومكيفة وقلت لنا شو مواضيع حلقتنا اليوم علشان نستانس أكثر فيه. راح نشوف وياكم كرنفال التسامح في إمارة رأس الخيمة يا مروة. أيضا فعاليات شهر القراءة في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة. ويا مشاهدين الكرام راح نشوف ملتقى جامعة الإمارات العربية المتحدة لاستشراف وظائف المستقبل. وأيضا عبد العزيز مهرجان الشارجة للثقافة والناس في دورته الرابعة. وآخر شيء شو عندنا بعد؟ مهرجان F3 رايدرز الخيري للدراجات المعدلة واللي أكيد اللي يحبون الدراجات اليوم بيستانسون بهذا الخبر وهذه المعلومات. رياضة حلوة هي رياضة الدراجات. فعلاً. راح نشوف كل هذا مشاهدينا الكرام لكن بعد ما نمشي ونروح لزميلتنا ليالي. ليالي مساء النور والسرور عليك. مساء الأنوار لكم عبد العزيز ومروان وتابع سوياً هذه الجولة الإخبارية. يسعد مساك ليالي. إن شاء الله اليوم بننتقل وياك لأخبار جميلة. نعم. خبرينا شو في جولة على أبرز محليات الدولة مروة. شكرا لكم. 27 من أذار مارس 2019 مشاهدينا أينما كنتم أرحب بكم إلى هذا الموجز الإخباري. منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرنا وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة ما أسهم في تعزيز دور الوكالة في نشر حلول واستخدامات الطاقة المتجددة في
مختلف أنحاء العالم، وقلد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عدنان أمين الوسامة خلال استقباله له في مكتب سموه في ديوان عام الوزارة في أبو ظبي، حيث أعرب سموه عن أمنياته للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالتوفيق والنجاح في عمله. على صعيد آخر، بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصول شركات خرجت من صحراء دبي إلى العالمية، مشيرا سموه إلى أن العالم يفتح الطريق لمن يعرف أين يريد الوصول. وقال سموه على تويتر تعليقا على صفقة استحواذ أوبر على كريم قبل 20 عاما في عام 1999، أسسنا في صحراء دبي مدينة للإنترنت والتجارة الإلكترونية، شكك الكثيرون في الفكرة. اليوم بيعت شركة كريم لأوبر ب11 مليار درهم، وقبلها شركة السوق بعدة مليارات من الدراهم لأمازون. شركات خرجت من صحراء دبي، العالم يفتح الطريق لمن يعرف أين يريد الوصول. في شق مغاير، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الوطني للتأهيل أبو ظبي برئاسة محمد سالم الظاهري. ونص القرار على عضويات كل من عبد الله عبد العالي عبد الله الحميدان والعميد عبد المنعم السيد محمد الهاشمي وممثل عن المكتب الطبي في وزارة شؤون الرئاسة وممثل عن دائرة الصحة وممثل عن القيادة العامة لشرطة أبو ظبي وممثل عن دائرة تنمية المجتمع. كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قرارات بتعيين حمد علي محمد الظاهري مديرا عاما لهيئة أبو ظبي للدعم الاجتماعي وسلامة عجلان عميمي مديرا عاما لهيئة المساهمات المجتمعية معا، وعبد الكريم عبد الرحيم الرئيسي مديرا عاما لمركز النقل المتكامل. خلال زيارة خاصة إلى مقر مركز تنمية وتأهيل الأسر المنتجة التابع لجمعية البجيرة الخيرية، طلع وزير الموارد البشرية والتوطين لدى الدولة معالي ناصر بن ثاني الهاملي على برامج المركز المتنوعة الداعمة للأسر المواطنة والشابات المنتسبات بهدف تأهيل المرأة الإماراتية على الإنتاج والابتكار والدخول إلى سوق العمل وبالتالي تحسين مستوى أسرتها الاقتصادي. من جهتها، أكد معالي السعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية البجيرة الخيرية أهمية تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي بين مختلف الشرائح من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها الجمعية للأسر المواطنة وورش العمل التي تكسبهم المهارات وتمكن الأسرة من العمل وإدارة مشروعها بنفسها. وفي هذا الإطار استعرضت مسؤولة قسم الأسر المنتجة فاطمة سالم أبرز الدورات التدريبية ودورات الإدارية المختلفة. بتوجيهات مباشرة وكريمة من سمو الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي رئيس نادي البجيرة الرياضي الثقافي، أعلن رئيس مجلس إدارة النادي السيد ناصر اليماحي عن افتتاح مدرجات النادي مجانا أمام أصحاب الهمم، فضلا عن تخصيص أماكن لهم لمتابعة المباريات من داخل الملعب ومواقف السيارات VIP. وفي هذا السياق أشار اليماحي إلى أن النادي يرحب دوما بأي تعاون مشترك والجهات المسؤولة عن أصحاب الهمم من أجل تنظيم دورات رياضية متنوعة، لافتا إلى أن الترحيب بهذه الفئة المجتمعية الهامة وتقديم كل سبل الراحة والتسهيل لهم يعد من أولويات النادي. وذلك انعكس جليا خلال الفترة التي تولى فيها الأرجنتيني دييغو مارادونا قيادة الفريق الأول للنادي. ختام هذا الاستعراض الإخباري مشاهدينا، نتابع بقية فقرات 7 على 7 مع زميلي مروى وعبد العزيز.
نشكرك ليالي على الأخبار الجميلة ونرد لمواضيع حلقتنا لليوم عبد العزيز عن مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته 11. طبعا يا مروة اللي راح ينطلق من 17 أبريل إلى 27 أبريل المقبل تقريبا 10 أيام. حلو يا مشاهدين الكرام ويا مروة أن نحن نشجع الأطفال أنهم يحبون على القراءة ونخليهم يطلعون على القراءة. فعلا لما أنت تبين تزرعين حب الشيء في الشخص لابد أنه ينزرع من هو صغير فعلا. على أساس أنه يبدأ يعني يحب الشيء هذا حتى لما يكبر. عبد العزيز والحلو أنه بين العديد من الدول العربية والأجنبية علشان نتعرف وأطفالنا يتعرفون على الثقافات المختلفة بالعالم. أنا أتمنى يودونا يوم من الأيام هناك نطلع دول إن شاء الله. شو رأيك؟ إن شاء الله. جميل. خلاص خلنا نشوف التقرير يلا. هذا. يلا. مهرجان الشارقة القرائي، هذا المهرجان الذي وضعه صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي، أتى ليركز على دعم ثقافة الطفل من خلال تنوع والبرامج التي يقدمها. أكثر عن 2500 فعالية من 56 دولة من دول العالم، هناك أكثر عن 198 ضيفا، هناك 167 دار نشر تقدم كل ما هو جديد في عالم وصناعة الكتاب. من خلال مهرجان الشارقة القرائي نحن نحاول أن نرتقي بالطفل باليافع بالشباب بالأم بالأب بالمدرسين والمعلمين من خلال ما نقدمه في مهرجان الشارقة القرائي من تاريخ 17 أبريل حتى 27 أبريل. طبعا هناك دائما لأصحاب الهمم برامج مميزة تقدم، وكان مهرجان الشارقة القرائي أول مهرجان في دولة الإمارات يقدم جائزة للكتب المكفوفين من خلال ما قدمه من جائزة لكتاب المكفوفين من على مستوى الوطن العربي من خلال مهرجان الشارقة القرائي. طبعا ينظم مهرجان شرق القرائي للطفل العديد من الفعاليات التي تستهدف الأطفال واليافعين بشكل عام. هنالك فعاليات ثقافية وفعاليات مختصة بالأطفال، بالإضافة إلى فعاليات ركن الطهي ومقهى التواصل الاجتماعي. طبعا بالإضافة للورش والورش التفاعلية هنالك معرضين أساسيين يتم استضافتهم في على أرض المهرجان في هذه السنة، وهو معرض طريق الحرير، و بالإضافة إلى الورش التفاعلية التي تقدم للأطفال هنالك ركن القصص المصورة الذي تم استحداثه في مهرجان الشارقة القرائي للطفل في هذه الدورة. يقدم العديد من الفعاليات التي تركز على القصص المصورة والمانجا، بالإضافة إلى العروض الحية المصاحبة لهذا المعرض وتواجد الفنانين المهتمين بهذا المجال. حلوة فعاليات الأطفال، حلوة مشاركة الأطفال. فعلاً. صحيح مروة؟ فعلاً صحيح عبد العزيز. طبعاً الحين عدنا راح نعرف عن كرنفال التسامح اللي راح يكون في رأس الخيمة إن شاء الله واللي راح يبدأ باكر. واللي أكيد تنظمه إذاعة رأس الخيمة. للمزيد من التفاصيل حول كرنفال التسامح في إمارة رأس الخيمة معنا الحين عبد العزيز على الخط الأستاذ محمد غانم مصطفى مدير إذاعة رأس الخيمة. يا هلا ومرحب فيك. يا هلا وسهلا، مساكم الله بالخير، وتحيه لك زميلتي مروه والزميل عبد العزيز. يا مرحبا، وارحب بكل متابعيكم في الفجيره. يا هلا ومرحب فيك استاذي. لو اعطيتنا نبذه عن كرنفال التسامح في اماره راس الخيمه. طال عمرك كرنفال التسامح هو يعني هذا كرنفال نظمه هيئه الاذاعه في راس الخيمه، ويعني في منطقه جميله من مناطق راس الخيمه ميناء العرب. الكرنفال يهدف إلى يعني خلق مبادرة وخلق فعالية ونشاط في هذه الفترة، ومثل ما تعرفون الفترة هذه من تاريخ 28 حتى تاريخ 6 إجازة. طبعا هناك الإجازات وهناك أيضا الطلبة والطالبات والناس أيضا يطلعون في هذه الفترة إجازة الدراسة، وبالتالي صحيح. يعني وأجوانا كذلك لو تلاحظ أن ميناء العرب يقع في منطقة جميلة جدا مطلة على البحر، صحيح. يعني الأجواء الباردة، فأطلقنا على هذا المهرجان مهرجان وكرنفال التسامح، ونحن في عام التسامح، ويحتوي على
السيارات الخاصة بالأطعمة، يحتوي على فنون شعبية، ألعاب الأطفال، مسابقات، ونحن كإذاعة رسمة أيضا عندنا تغطيات إذاعية، كذلك السوشيال ميديا، نجوم السوشيال ميديا ونجوم الفن، مسابقة الطبخ، يعني عاملين نوع كوكتيل و يعني الإذاعة دائما يعني تحاول أن تزرع البسمة في قلوب الآخرين. ودومكم أنتم سباقين في الأمور هذه، عسى إن شاء الله تراضون الناس الزعلان من بعض، ها يا مروة؟ أكيد إن شاء الله. والله يا ريت، أنا أقول إن شاء الله ما في زعل، لكن إن شاء الله الجو مطلوب طول العمر. صحيح. إنزين كيف بتترجمون قيم التسامح أستاذ محمد من خلال هذا الكرنفال؟ شوفي اللقاء هو تسامح. نعم. لما أنت تلتقي ب صديقك ما شفته من سنين، أو بأخ أو بواحد من زملائك ما شفته من سنين، وهذا الملتقى في منطقة جميلة، وعلى فكرة من العرب فيه عدد كبير من الجنسيات وعدد كبير من الأشخاص، وبمختلف يعني طبائعهم، بمختلف نشاطهم، بمختلف فعالياتهم، وبالتالي أنت بتجمع اليوم يعني المواطن مع المقيم مع الزائر، هاي خلق أيضا روح تسامح شركة. صحيح جميل. حتى منطقة ميناء العرب اللي موجودة في رأس الخيمة منطقة جدا جميلة ورائعة مروة، أنا رحتها قبل، وإن شاء الله تعالى نلحق نروح الفعالية اللي أنتم منظمينها إن شاء الله. بالعكس، مرحباكم وسهلة، ونحن نرحب في تشريفكم والمكان مكانكم. على فكرة كثير من رجال الأعمال، كثير من الناس عندهم بيوتهم وبللهم في من العرب، هذه المنطقة أيضا فيها التملك الحر. صحيح. يعني الكل ممكن يتملك له مسكن ويوفر له مكان، فهي دعوة لك زميلتي مروة. إن شاء الله. دعاية حلوة. أستاذ محمد، لين متى موجود كرنفال التسامح في رأس الخيمة؟ لين 6. تاريخ 6/4 ان شاء الله. مروه بتروحي ان شاء الله؟ اذا بتروح بنروح. استاذ محمد، انا قلت لي مروه بتروح، فاذا راحت لازم نروح ان شاء الله. والله يا مرحبا، مرحبا فيك وفيها، وراس الخيمه ترحب بكم اجمل ترحيب، وتنورونا وتشرفونا طويل العمر ان شاء الله تعالى. الله يحفظك. اي كلمه اخيره حاب تضيفها للاستاذ محمد؟ انا شاكر للفجيره وقناة الفجيرة وإعلام الفجيرة، وأنا تربطني علاقة طيبة بالقناة وبالإذاعة وبالمسؤولين في الفجيرة للإعلام. تسلم. ودائما نحن متواصلين دائما بينهم برامج وتعاون، الله يديم المحبة بين البين إن شاء الله دوما. آمين. إن شاء الله. شكرا لك للأستاذ محمد غانم مصطفى، مدير عام إذاعة رأس الخيمة، شكرا لك. هلا وسهلا، مرحبا أخو العزيز، مرحبا، مع السلامة. شكرا. الحين بنروح لمنتدى الإعلام العربي. صحيح. أكيد منتدى الإعلام العربي الواقع والمستقبل، شعار منتدى الإعلام العربي اللي انطلق أولى جلساته صباح اليوم لتسلط الضوء على واقع الإعلام العربي ومدى تأثره بالأوضاع العربية والدولية الراهنة، كما سيناقش مدى تأثيره في أبرز القضايا القائمة على الساحة العربية وكيفية تعزيز إسهامه الإيجابي في صنع مستقبل أفضل لعالمنا العربي من خلال التحلي بالمصداقية وتمسك الإعلاميين بالأخلاقيات والمبادئ المهنية اللي تعتمد في جوهرها على الحياد والموضوعية، واللي الحين نتمنى أن فعلا هذه الرسالة توصل لكل الإعلام العربي. صحيح يا مروة، نحن نتمنى إن شاء الله. وإضافة إلى ناقشوا فيها واقع الإعلام في المنطقة، وراح استعرضوا هذه الدورة من المنتدى أفضل التجارب العالمية الناجحة في التطوير والتحديث الإعلامي، والتعريف بأهم التقنيات الحديثة التي راح تساهم في تطوير صورة الإعلام العربي، لأن الإعلام العربي يا مروة اليوم يحتاج إلى تطوير ويحتاج إلى تقدم، لأن لابد أن نحن نواكب التطورات اللي قاعد تشهدها الدول العربية في مختلف المجالات. وطبعا أهم شيء يا مروة التحولات الإعلامية الموجودة والاتجاهات التكنولوجية اللي قاعد نشوفها نحن في الوطن العربي. الوطن العربي سريع التغير في شتى المجالات، في مختلف المجالات، وللإعلام تأثير كبير على الشارع في الوطن العربي وعلى الناس في الوطن العربي. فعلا. يا مروة، وطبعا كانت مدة التفاعل كبير من جميع هذا. نعم. وشفنا اليوم، أنا اللي عجبني من اللي صار في المنتدى الحلقة النقاشية اللي قدمها محمد الملا الإعلامي الكويتي الكبير. نعم. واللي ناقشوا في مدى التطرف اللي كان موجود في الوطن العربي. إن شاء الله لنا زيارة قريبة إن شاء الله. إن شاء الله، بس خلينا نشوف التقرير، لأن كاميرا 7/7 كانت موجودة هناك. يلا مشاهدين الكرام نروح نشوف. الحمد لله ما رحت.
الكل يعاني من الفوضى. هناك من يعتقد بأن الفوضى هذه نتيجة عدم تنظيم، هناك من يعتقد بأنها في حاجة إلى ثقافة تعزز التواصل مع الإعلام بشكل سريع. كثير من وجهات النظر، وأنا أعتقد مثل هذه المنتديات إحنا نستمع إلى الجميع، همنا واحد، الكل يسعى إلى أن نقدم صورة مثالية للإعلام، الكل حاب أن يشوف مثل الخطابات الكراهية تنتهي من وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى من بعض للأسف الشديد وسائل الإعلام. التحديات اللي بتقابل الإعلام بصفة عامة سواء خاص أو عام هي شيء واحد، المنصات اللي موجودة اللي احنا بنطلق عليها السوشيال ميديا دي بقت حروب، الغرف المغلقة اللي موجودة بقت حروب وما بتعرفش ايه اللي بيتصدر منها. هنا انت عايز تعمل عملية وعي وتوعية، عملية الوعي والتوعية دول اهم الاشياء والمفردات اللي احنا بنتكلم عليها في الاعلام دلوقتي، هي اللي بتخلي تعود الثقة تاني في الحكومات وبتعود الثقة في متخذ القرار. ولازم نتعلم نسمع، ده جزء كبير من التحديات، احنا ما كناش بنسمع قبل كده، لازم تلتقي وتسمع كويس جدا، ولما تلتقي مرة أخرى ترجع تاني بالحلول اللي تم وضعها. الإعلام قد يكون سلاح ضد التطور في الاتجاه الصحيح، وقد يكون قوة دفع هائلة في هذا التطور. الإعلام هو مدرسة ما بعد المدرسة لكي يتمكن المجتمع المدني بشكل عام والرأي العام أن يحصلوا على المعلومات. إذا لم يحصلوا على المعلومات الصحيحة فيمكن أن يقوموا بأخطاء كبيرة. إذا مسؤولية هذا المؤتمر هنا في دبي ليس فقط بالنسبة للإمارات والعالم العربي، أنا بعتبر أنها مسؤولية عالمية. إن لم تواكب الأحداث فالأحداث ستسبقك ورح تكون وراء كل شيء. لذلك في دول متقدمة وفي دول متخلفة، دول متخلفة أو النامية اللي ما بتقدر توصل تلحق برقب الإعلام. اليوم الإعلام إذا أنت إعلام حكومة رسمي ما أعطيتني الخبر ممكن أشوفه في السوشيال ميديا، ممكن أي واحد ماشي بالطريق يصور لي حادثة أو يصور لي صورة أو يصور لي حدث ما، فبالتالي أنت لازم تواكب الحدث. اليوم لن تواكب الحدث إلا إذا كان عندك تقنية تقدر تبث مباشرة مثلا على الإنترنت، فبالتالي الأيام زمان كان لازم نأخذ شريط ونروح فيه أو نبعته على الفيد أو نأخذه بسيارة، اليوم الأمور كلها عم تتغير. الإعلام المستقبل اليوم إحنا عرضنا بجلستي روبوت، تصوروا في مذيعة في الصين اسمها جيانغ لاي لاي، مليار مشاهدة، روبوت بني آدم بس هي مثل البني آدمين وإلى وشكل وإلى صوفيا اللي تم منحة الجنسية السعودية وجواز سفر السعودي، روبوت تحكي وبتضحك وتتفاعل. نحن من خزننا هذه المعلومات فيها، نريد من كل العرب أنه نلحق المستقبل قبل ما نصير واحد. بكرة رح أحكي عن تجربتي، وأكيد هون في كتير إعلاميين وأنا بنظري الصحافة هي من أقوى طرق المقاومة ومن أقوى الطرق اللي بنقدر نوصل من خلالها صوتنا لكل العالم. فمن خلال تكلمي عن تجربتي ممكن توصل لكتير ناس، وممكن كتير ناس يعرفوا إيش إحنا منعيش كأطفال فلسطين. طبعا بحب احكي لكل العالم ولكل الاعلام اللي في العالم انه احنا يعني لازم دائما نتوحد، لانه احنا الطريق اللي ممكن نوصل رساله كل طفل بيعاني للعالم. فبتمنى انه كلنا نكون هدفنا انه ننشر الحقيقه. طبعا رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، منتدى جميل ورائع راح يستمر لنا باكر ان شاء الله، ان شاء الله نلحق نروح ان شاء الله نروح. طبعا احنا اليوم موجودين في راس الخيمه وايد ونغطي فعاليات راس الخيمه وايد مشاهدينا الكرام يا مروه، وراح نشوف بعد معاكم فعاليات شهر القراءه في دائره التنميه الاقتصاديه لدائره التنميه الاقتصاديه في راس الخيمه. فعلا وسياره القراءه الموجوده في راس الخيمه هي من احدى مبادرات شهر القراءه والمحطات تخبرنا انت لان انا نسيت وين المكان. هي انا اقول لك راح اذكرك اللي راح تكون موجوده في كورنيش اللي راح ليش انا اقولها صح، خلينا نسمع من ضيفتنا. راح ضيفتنا في الاستوديو هني معايا الاستاذه موزة حسين الشمالي، مدير مكتب التطوير المؤسسي في دائره التنميه الاقتصاديه في راس الخيمه. اهلا وسهلا فيك، نورت الفجير ونورت الاستوديو.
منوره بوجودكم ومرحبا بكم في الاذاعه، وانا شاكره لكم استضافتكم الجميله اليوم في اذاعه الفجيره، وسعيده جدا بتواجدي مع طاقم الاذاعه اليوم ان شاء الله، وتكون ان شاء الله حلقه مثريه ان شاء الله. خبرينا قبل لا نبدا كيف كان الجو اليوم في راس الخيمه، في مطر؟ والله مطر ما شاء الله، طالعين من راس الخيمه لو وصلنا ما شاء الله الشارع كله يعني امطار، الحمد لله امطار الخير. الحمد لله. خبرينا الحين عن سيارة القراءة، شو هي؟ هي الحقيقة الفكرة جتنا في من السيارة، أن نحن قد ما نقدر أن نجذب أكثر عدد من القراء، وهالفترة في عزوف شوي من على القراءة، فحبينا نسوي فكرة جديدة. على طول. نعم. على طول، مو بهالفترة بس. هي العزوف على طول فعلًا، فحبينا في هذا الشهر نسوي شيء مميز بالدائرة الاقتصادية، خصصنا سيارة من سيارات الدائرة، زيناها بشعار عام القراءة، وزيناها بشعار دائرة التنمية الاقتصادية، خصصنا لها أماكن اللي هي فيها أكثر عدد من السياح والزوار وسكان المناطق. وين المناطق هذه؟ في كورنيش القواسم، وهو يعني ما شاء الله يعني في الإجازات الرسمية وخلال العطلات الرسمية يوم الخميس والجمعة يكون في تكاثف هناك من الزوار والسياح المتواجدين في المنطقة. كذلك اخترنا جزيرة المرجان، وهي جزيرة جميلة جدا الحين في راس الخيمة، وتستقطب عدد من الزوار والسياح والمقيمين، فحاولنا نختار اللي هي الأماكن الأكثر جذبا للسياح، وركزنا هناك السيارة، خصصنا كتب من جميع المجالات سواء دينية، تنمية الذات، قصص الأطفال، كذا مجال من مجالات الحابين القراءة أن تكون فيها يعني، وخصصنا كذلك كراسي وطاولات للقراء، تكون السيارة مجهزة، بس يدوب أن نختار الموقف، نوقف السيارة ونجذب القراء للكتب، سواء القراءة على الكورنيش أو ممكن يأخذون حتى الكتب معهم ويقرونها معنا. جميل. أستاذة موزة، ما بتودون السيارة مين العرب في رأس الخيمة؟ ما هي جزيرة المرجان بعد مين العرب هي. جميل. بس المرجان فيها أكثر يعني. ليش أنا خبرتك ما بتودون مين العرب؟ لأن أنا وموزة إن شاء الله راح نروح، أنا ومنو مروة راح نروح فعاليات ما عليه، يعني احنا حاطين في بالنا ان بعدنا شوي نمدد موضوع السياره ونخليها اكثر، يعني بعد شهر القراءه بتكون ان شاء الله شهر زياده، وبننوع بعد كذلك في الاماكن السياحيه. كيف شفتي الاقبال على السياره هذه من الجمهور؟ كيف كان الاقبال عليها؟ هو والله تشوف اول ما بدينا نحن وقفنا السياره كان الاسبوع اللي قبل الماضي في كورنيش القواسم، كان هناك في يعني ما شاء الله استقطاب من الاطفال وأولياء الأمور، السياح الموجودين على كورنيش القواسم صراحة كانوا وايد حابين الفكرة، خاصة القصص، قصص الأطفال، الرسومات، وقفنا مع في ناس يتخذت الكتب قعدت وتقرأ وتشرب لها كوفي، ما شاء الله كورنيش القواسم مزعوم من العوائل يعني، فكان في إقبال كثير من الجمهور، حتى أتوقع أن في ناس شافوا السيارة وطلبوها، يعني ثاني يوم على طول طلبوا السيارة، فجهتين طلبوها من دائرة التنمية الاقتصادية خلال الفترة اللي طافت، وحاليا ثلاث جهات بعد اليوم طالبتنها إن شاء الله بنودي لهم إياها، وكلها يعني دور يعني مدارس. نعم. رياض أطفال. حلوة الفكرة، حلوة فكرة السيارة فعلا. حلوة تمام. وسهلة الوصول والناس يعني تتفاعل معها، شيء حلو. فهنا حتى خصصناها على كورنيش القواسم المكان اللي خصصنا فيه السيارة مقابل للألعاب، يعني في منطقة الألعاب موجودة على كورنيش القواسم مرة محادثتها السيارة علشان تتفهم هذه الأطفال. نعم نشجع يقرأ ويلعب. نعم. نفس الوقت. إنزين شو أهم الفعاليات في شهر القراءة اللي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة؟ بعد من ضمن الفعاليات طبعا سيارة القراءة، في فعاليات نظمناها للمتعاملين وفي للموظفين في داخل الدائرة. للموظفين سوينا مسابقة أفضل قارئ من الموظفين، بس استقطبنا فيها اللي هم مجموعة الموظفين في دائرة التنمية الاقتصادية، أعلننا عن مسابقة. في عندنا ركن مخصص في الدائرة في واحة الابتكار موجودة في الدائرة، ركن المعرفة، في كل أنواع الكتب موجودة، يختار الموظف أي كتاب حاب أنه يقرأ يلخص لنا، يعني يقدم لنا عرض تقديمي عنه، وكذلك حلينا لهم خصصنا لهم ميزانية وجوائز نقدية للمتسابق الأول والثاني والثالث، يناقش الكتاب وياكم هي أمام اللجنة، ونفس نفس الشيء ينقل معرفة لباقي الموظفين. حلو. يعني في الدائرة. حلو. كذلك من ضمن فعاليات للمتعاملين سوينا اللي هي القارئ السريع، بعد كانت بطريقة حلوة لعبة البازل،
يبنى رحلة المتعامل من إصدار رخصة لتجديد المتعاملين الموجودين في مركز الخدمة، هاي كانت البارحة. يبنى البازل اللوحة مال رحلة المتعامل، خليناها على شكل بازل، أي المتعامل بروحه يركب البازل هذا. فكان في وايد يعني إقبال، المتعاملين بروحهم قالوا بعد نبغي نلعب، يعني سوينا جروبين والجروب اللي يفوز ياخذ بعد جوائز عينية. شجع على التركيز أكثر بصراحة يعني، ونفس الوقت يعني الذكرى تنشر المعرفة، يعني هاي الرحلة فيها خطوات المتعامل إذا يبغي يصدر رخصة، يبغي يلغي، يبغي يحجز اسم تجاري، كل الخطوات موجودة لرحلة العميل من داخل، من يدخل الدائرة لين يطلع. سويناهم يا بعد بحركة حلوة. أنتوا خليتوا الناس حتى اللي تبغى تسوي أي شيء لازم يقرأ. هي لازم يقرأ. يعني هي الرسمة كانت كلها أصلاً خطوات، مثلاً تجديد الاسم، تجديد الرخصة، فيروح يتبع الخطوات، الخطوة الأولى شو الثانية شو، بس ركب على طريقة البازل. فكانت بعد فكرة جميلة. الحين في شهر القراءة في دولة الإمارات، وأنتوا قمتوا فكرة السيارة فكرة وايد حلوة ومبتكرة. كيف ممكن احنا الافكار الثانيه اللي نحبب الناس ونحبب المجتمع انهم يقرون، وبالاخص الاطفال؟ لان تدرين الطفل لو بدا يقرا وهو صغير خلاص راح يحب القراءه وراح يستمر. شو الافكار اللي ممكن نطلقها، وشو الامور اللي ممكن نحن نسويها خاصه للاطفال؟ حاليا هي اللي يجذب الاطفال اكثر الرسومات، واحنا بعد من ضمن الكتب اللي حطيناها في سياره القراءه اللي هي القصص البسيطه بالصور، يعني الصور اكثر شيء يجذب الطفل، كذلك الرسومات التلوين، يعني حاولنا قد ما نقدر ان نجيب الطفل نقول له اقرا وشوف هذا شو يعني، او يختار الرسومات. الكتيبات تحتوي على اكثر من طريقه في التلوين، يعني اقرا شو هذا، مثلا يقول لك زهره، وين الزهره، لونها، فيقرا ويلون. بعد كنا قاعدين مع الاطفال في على الكورنيش وفي جزيره المرجان، بعد نحن نعلمهم نقعد مع الاطفال ونسويهم، يعني مثلها اكثر شيء نقدر نجذب فيه الاطفال اللي هي الصور، الرسومات، القصص. فكانت أكثر تركيزنا نحن على الأطفال، ونفس ما خبرتكم أن أصلاً الموقع السيارة كان مقارب للألعاب، فاللي يلعب الطفل ويقرأ نفس الوقت يعني، فحاولنا نجذب أكثر عدد من الأطفال في هذه. شو الإنجازات اللي حققتوها خلال هذا الشهر؟ شوفي احنا عندنا بعد في دائره التنميه الاقتصاديه ما اقتصرنا على ان نحن نستقطب القراء، احنا شجعنا موظفين الدائره يكتبون قصص العمل في الدائرة في الكتب. فمثل عندنا نحن إصدار يوم في حياة مراقب، استقطبنا موظفين المراقبين التجاريين، خليناهم يكتبون المواقف الطريفة أو المزعجة اللي شافوها في السوق عن طريق قصة. فأصدرنا من خلال موظفي دائرة التنمية الاقتصادية كتب تخص قصص المراقبين في السوق. كذلك سلطنا الضوء على القيادات في الدائرة، ما شاء الله نحن عندنا مدراء إدارات 15 سنة موافق في دائرة التنمية الاقتصادية، مروا بمناصب مختلفة، تحملوا مسؤوليات مختلفة، حاولنا ناخذ بعد قصصهم وقصص النجاح وحطيناها في كتاب سميناه لا تقبل هذا المنصب. كذلك عندنا نحن أخصائي المعرفة في دائرة التنمية الاقتصادية، وإحنا كأول جهة في دائرة التنمية الاقتصادية يعني موجود عندها المسمى الوظيفي هذا أخصائي المعرفة لنشر المعرفة. فبعد صدرت لنا كتاب سمته رداء المعرفة الأحمر، بعد كل شيء يتكلم عن المعرفة. فنحن قد ما شاء الله بعد هذا الإصدارات الثلاثة أطلقناها في معرض الشارقة للكتاب، وكان عليها أقبال واشتروا ما شاء الله يعني من هذه الإصدارات، وموجودة حاليا في دائرة التنمية الاقتصادية، وباكر إن شاء الله في معرض كتاب بدرهم بنعطيها هدايا للزوار إن شاء الله المعرض. فعلا فعاليات وأشياء جميلة وإنجازاتهم فعلا يعني جميلة جدا. هي شوفي هي دائرة التنمية الاقتصادية حقيقة من الدوائر السباقة واللي تسلط الضوء دائما على المسؤولية المجتمعية. نعم. يعني نحن عندنا في الدائرة الاقتصادية أول السنة على طول نحدد الأيام العالمية، يوم الطفل، يوم المرأة، يوم السعادة، وتسوي جلسات عصف ذهني الدائرة الاقتصادية على أساس تطلع أكثر أنشطة وأكثر برامج حق المجتمع. نعم. والمتعاملين، إحنا نستقطب مجتمع، متعاملين، موظفين، شركاء، فنحاول قد ما نقدر نسوي لنا مثل جدول كامل بالفعاليات مال طول العام، نخصص لها ميزانية خاصة في المسؤولية المجتمعية. فالدائرة وايد تسلط الضوء على هالموضوع. فوق بعد هذا كله في 2016 حصلت الدائرة الاقتصادية على أفضل دائرة في دعم القراءة في عام القراءة في أوائل الإمارات. إحنا كنا الجهة المحلية اللي دعمنا القراءة في 2016،
وهذا كان إنجاز لدائرة التنمية الاقتصادية وما زالت الدائرة الاقتصادية يعني تسلط الضوء على هذا الشهر. فعالياتكم أمور كثيرة. نشكرك أستاذة موزة حسن الشميلي مدير مكتب التطوير المؤسسي في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، شكرا جزيلا لك، نورتينا. نورتينا، شكرا. والشكر موصول لإذاعة الفجيرة، وشكرا على استضافتكم مرة ثانية. شكراً. وإن شاء الله تكون استمتعتوا في هذه الجلسة الحوارية البسيطة ووصلتكم المعلومات. نورتينا. الحين عبد العزيز بنروح لاتفاقية بين الفجيرة وروتردام في هولندا لإنجاز المرحلة الثانية من الأنف الإلكتروني 90 جهاز. طبعا هي تقنية تكنولوجية لقياس جودة الهواء يا مروة. نعم. في جميع مناطق الإمارة ومراقبة أي انبعاثات من الغازات التي تضر بالصحة العامة. بنتعرف أكثر على هذا الشيء في هذا التقرير. طبيعة المشروع هو طبعا للحفاظ على البيئة المحيطة في إمارة الفجيرة. اليوم منت عارف أن إمارة الفجيرة من ضمن الإمارات اللي فيها استثمار بترولي كبير، وذلك لما تميز فيه من موقع جغرافي مهم على بحر عمان والمحيط الهندي، وجود الكثير من خزانات الوقود، وجود الكثير من شركات البترول وكثير من ناقلات النفط الموجودة عندنا. طلب هذا الموضوع طبعا أنه حفاظ على المستثمر وحفاظ على البيئة المحيطة في المستثمر. فارتئينا في إمارة الفجيرة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو مجلس الأعلى حاكم الفجيرة بأن نبحث عن التجارب الناجحة في العالم. فأمر سموه بأن نطلع على تجربة مدينة روتردام لما تتمتع فيه من تشابه كبير بينها وبين ميناء الفجيرة. فوقعنا اتفاقية تعاون بينه وبين عمدة روتردام في عام 2017، وفعلنا هذه الاتفاقية 2018 بأن ناخذ عنهم نفس الأفكار والمشاريع والتكنولوجيا التي تبنوها في مدينة روتردام، وهي جلب أو تركيب الإينوز الأنف الإلكتروني. هذا الإينوز أو الأنف الإلكتروني يساعد على مراقبة جودة الهواء في المناطق المحيطة للمواني والمناطق المحيطة لخزانات الوقود، ومن خلال طريقة حديثة ومبتكرة. أنا جد مسرور حاليا بحضوري في الإمارات وفي الفجيرة بالضبط لإمضاء اتفاقية تعاون ما بين فجيرة وروتردام في ميدان الحفاظ على البيئة والدفاع المدني، وكذلك فيما يتعلق بهندسة الموانئ. ففجيرة هي مدينة معروفة بمينائها البترولي، روتردام أيضا معروفة بأكبر ميناء في المنطقة الغربية من العالم، هو ميناء بترولي أيضا. معالجة المواد الكيميائية لها دائما تأثير على الطبيعة وعلى يعني جودة الهواء في المناطق المجاورة، والسكان يشتكون من هذه الريحة التي هي لها علاقة بالمواد البترولية والبتروكيميائية. ففكرنا في السنوات الماضية في روتردام في ابتكار جهاز نسميه بالإينوز الأنف الكهربائي، الذي يشم رائحة المواد المسمومة في الهواء الطلق، وبذلك طريقة نعرف بالضبط من أي منبع تأتي هذه الريحة، ويمكن للسلطات يعني طلب أو الضغط على هذه الشركات لتفادي هذه الظاهرة مستقبلا ومعالجتها خلال يعني عمليات صناعة البتروكيميائية والبترولية في الميناء. جميل اهتمام القادة بأصغر التفاصيل اللي موجودة في الإمارة، اهتمام سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي في تفاصيل صغيرة لراحة المواطن والمقيم في أرض الفجيرة، وهذا الشيء يدل حرصهم على أن نحن نعيش بطمأنينة وبسعادة وبصحة جيدة يا مروة.
طبعا راح نروح يا مرو مشاهدينا الكرام لملتقى جامعة الإمارات لاستشراف وظائف في المستقبل، واللي تمت فعالياته أكيد مشاهدينا مدة 3 أيام. للتفاصيل أكثر ونتعرف أكثر على هذا الموضوع معانا الحين على الخط الأستاذة ناعمة الكعبي مدير مشروع ملتقى جامعة الإمارات العربية المتحدة لاستشراف وظائف المستقبل. يا هلا ومرحب فيك. أخباركم؟ مساكم بخير. يا هلا مرحب فيك أستاذة ناعمة. أهلين أستاذة. لو تعطينا نبذة عن ملتقى جامعة الإمارات العربية المتحدة للمستقبل. طبعا ملتقى جامعة الإمارات لاستشراف وظائف المستقبل هو ملتقى يهدف إلى حل أكبر وأهم التحديات اللي تواجه الشباب الإماراتي حاليا، اللي هو ارتفاع نسبة عدد الباحثين عن عمل. اليوم عندنا وايد شباب يشكون عدم وجود شواغر، عدم وجود وظائف. فاليوم نحن حابين نحل هذه المشكلة، حابين نساعد الحكومة أنها تغير مسارات الطلبة من أنهم كلهم يتجهون إلى القطاع الحكومي إلى أنهم كلهم يحاولون يبدون يروحون لقطاع ريادة الأعمال أو القطاع الخاص في الدولة. جميل. أستاذة نعمة، خبرينا عن الهدف من انعقاد مثل هذه الملتقيات في الجامعة. الهدف أختي أن نحن اليوم في مرحلة تغيير، في مرحلة تغيير المسارات الوظيفية. المستقبل راح يتغير، وظائف المستقبل راح تتغير، فنحن اليوم نحتاج التوعية. هدفنا الأول والأخير في هذا الملتقى توعية الشباب أن المستقبل بيكون غير، التوجهات الحكومية سواء محليا أو عالميا بتكون غير. فنحن اليوم نعقد نفس هذه الملتقيات في المؤسسات التعليم العالي لأن نبغي نوعي الشباب في الفرص الوظيفية مستقبلا، وأيضا فرصهم هم في مبادراتهم المستقبلية نبغيهم يركزون على القطاعات اللي راح يكون لها تأثير في المستقبل أكبر. نعم الأستاذة نعمة، المواضيع اللي طرحتوها في هذا الملتقى. تم طرح العديد من المواضيع أخوي، بس أنه نحن كان لنا العديد من الفعاليات في الملتقى، لكن الفعالية الأهم اللي هي قبة الإلهام. في فعالية قبة الإلهام كنا يوميا نستقطب عدد من الملهمين المتحدثين، كنا نستهدف اللي بيأثرون على الشباب حولهم. فتم طرح العديد من المواضيع، منها عن مئويات الإمارات، وأيضا عن قطاع الفضاء في المستقبل كيف بيكون، ومستقبل موارد بشرية، وأيضا استقطبنا جوانب عديدة من القطاع الخاص وفرص توظيف المواطنين في القطاع الخاص. واليوم عندنا تكلمنا بعد عن الاستثمار في الإنسان، بينا للطلبة أن لازم يبدون هم يشتغلون على أنفسهم أكثر، ما يعتمدون الاعتماد الكلي على الحكومة، إنما يساهمون هم مع جهود الحكومة في بناء دولتنا ونهضتها. نعم أستاذ، خبرينا عن كيفية استقبال الطلبة للملتقى. طبعا نحن الطلبة ما استهدفنا فقط طلبة جامعة الإمارات، إنما نعم. هذا الملتقى كان للعامة، أرسلنا دعوات للجامعات في دولة الإمارات لحضور طلبتهم ومشاركتهم معنا، وأيضا أرسلنا إلى وزارة التربية والتعليم بإحضار الطلبة الثانوية العامة، لأن اليوم نحن نستهدف طلبة مو بس طلبة الجامعات، إنما نستهدف الطلبة من عمر صغير، نبدأ نغير فكرهم، نوعيهم أكثر من عمر صغير. نعم. فاليوم استهدفنا طلبة تقريبا من مراحل متفاوتة، مو كلهم في نفس العمر، لأن أختي هذا الهدف توعيته عامة للكل، فحبينا التوعية توصل لكل اللي موجودين في المجتمع قد ما قدرنا بمساهمات من الجامعة ومن شركانا مثل راعي الرسالات. عندنا اتصالات أرسلوا 200,000 مسج دعوات للعامة لحضور الإيفنت، فكان عندنا الحضور جدا كبير والطلبة كانوا وايد مستمتعين. كان في إقبال كبير والحمد لله أثرنا على فئة من الطلبة، كان عندنا استبيان ندرس مدى تحقيق أهداف الملتقى والحمد لله كلها إيجابية. الحمد لله.
موفقين خير إن شاء الله. شكرا لك الأستاذة نعمة الكعبي مدير مشروع ملتقى جامعة الإمارات لاستشراف المستقبل، عفوا لاستشراف وظائف المستقبل. شكرا لك أستاذة. شكرا لك. مشاهدين الكرام طبعا فاصل بعد راح نواصل، خلوكم ويانا. رجعنا لكم وراح نشوف مهرجان الشارقة للثقافة والناس يا مروة، واللي ينطلق نسختها الرابعة صح؟ نعم هي. واللي ينطلق في 30 مارس وحتى 4 أبريل في حديقة النوف في الشارقة. طبعا راح نعرف تفاصيل أكثر، معانا هنا في الاستوديو الأستاذة عائشة عثمان عبد الكريم، عضو في اللجنة العليا اللجنة العليا للمنظمة لمهرجان الشارقة للثقافة والناس في نسختها الرابعة. أهلا وسهلا. مرحب فيك. أهلا وسهلا فيك. خبرينا عن مهرجان الثقافة أو مهرجان الثقافة لثقافة الناس الرابع. مهرجان الشارقة للثقافة والناس. نعم. هو مهرجان سنوي. نعم. يقام تحت رعاية سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة ورئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. هو مثل ما قلت سنوي، تقام من خلال فعاليات ثقافية متنوعة. نعم. توعوية على مدار 6 أيام تقدم للجمهور، ونرصد من خلال تواجد الجمهور في هذا المهرجان كمشارك ليس كجمهور فقط حاضر. صحيح. أهم الفعاليات والأنشطة اللي راح تنظمونها إن شاء الله. طبعا احنا عندنا اركان متعدده، من اهم الاركان موجوده اللي عندنا منصه الثقافه، وهي شيء جديد عندنا السنه. عندنا التراث، السينما، ركن الكاريوكي، راح يكون عندنا ايضا الاسر المنتجه، الدوائر الحكوميه المشاركه، وفي كل ركن من اركان المهرجان ان شاء الله راح تكون في فعاليات متنوعه. هل هناك استقطاب لمؤسسات جديده في هذا المهرجان؟ بصراحة خلني أقولكم بالأرقام، نحن من الدورة الأولى، الدورة الأولى للمهرجان تقريبا كان عندنا 15 جهة مشاركة. نعم. هذه الجهات نحن اللي طلبنا منهم يشاركون. جميل. السنة اللي بعدها كانت تفاعل من الجهات نفسها، ما شاء الله 20 تقريبا جهة مشاركة. السنة الثانية والدورة الثالثة كانت عندنا تقريبا 26 جهة. نعم. أما توقعاتكم للدورة الرابعة؟ الدورة الرابعة خلنا أقول لك المفاجأة، 38 مؤسسة مشاركة. وغير هذا كله نحن يعني بصراحة بما أن المؤسسات هي اللي بدت اللي تقدم للمشاركة في المهرجان، حطينا بعض الشروط والمعايير للمشاركة خلال المهرجان. وبالفعل أهم الشروط أنه تحقق ما يقدم هذه المؤسسات، ما أهدافنا وتطلعاتنا من المهرجان. ونعتذر جدا، أنا يعني من هذا المنبر أعتذر جدا لكل المؤسسات اللي تم رفض مشاركتها، أولا لأنها في بعض المشاركات جاءت متأخرة وكنا اكتفينا، وبعض المشاركات كانت يعني قديمة أو نقول ما جددوها. فإحنا حابين من خلال برنامج المهرجان هذه السنة نقدم شيء جديد مختلف تماما عن السنوات السابقة. دوما الشارجة هي منارة للثقافة والفعاليات الثقافية، إن كان على مستوى دولة الإمارات أو حتى على مستوى الوطن العربي. المهرجان الثقافة والناس، الإضافة اللي تسويها للمهرجانات العديدة اللي موجودة في الشارجة، وطبعا كيف ما تعرفين المهرجانات الثقافية تحظى باهتمام كبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الله يحفظه ويرعاه. المهرجان هذا إضافته للمهرجانات العديدة اللي موجودة في الشارقة. نعم، احنا بصراحة نطمح من خلال المكتب الثقافي الإعلامي وهو جزء من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ان نكون جسر تواصل بين برنامج المكتب الثقافي الإعلامي والجمهور العام في إمارة الشارقة، ايضا ان احنا نعزز المشاركة بين المكتب الثقافي الإعلامي وإدارات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لصالح وخدمة المجتمع. بالإضافة إلى ذلك نحن نحاول من خلال المكتب الثقافي الإعلامي وهذه النوعية من البرامج نفعل فيها السينما والمسرح، أن نقدم وننشر رسالة إيجابية من خلال هذه القنوات. نعم. بالإضافة إلى ذلك
أنت عارف الشارجة دائما تطمح إلى غرس القيم الإسلامية، غرس القيم الأخلاقية والتراثية اللي نحن أخذناها من جدودنا، فاعتبار وجود نوع من أنواع التراث مثلا من ضمن أركان المهرجان، أعتقد أن احنا الحمد لله قاعدين نعبر عن جزء من مخزون التراثي والثقافي. خبرينا عن خططكم في المكتب الثقافي والإعلامي لشؤون الأسرة المستقبلية. نحن دائما نطمح في المكتب الثقافي الإعلامي نحتوي دائما المبدعين والمبدعات في مجال الثقافي والأدبي والفني. إن شاء الله راح تكون عندنا خلينا نقول نتوج الفائزين بجائزة مبدعات الثانوية العامة والفائزين أيضا بجائزة الشارقة الثقافية للمرأة الخليجية. هذه الجائزتين، الجائزة الأولى كانت مخصصة لبنات الثانوية العامة، أما الجائزة الثانية كانت جائزة الشارقة الثقافية لإبداعات المرأة الخليجية على مستوى دول الخليج. إن شاء الله راح تتوج الفائزات في هذه الدورة إن شاء الله تعالى. شكرا لك أستاذة عائشة عثمان عبد الكريم، عضو في اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشارقة للثقافة والناس في نسخة الرابعة. شكرا لك. الله يسلمكم. شكرا. شكرا لك. طبعا نروح شو تعرفين عن الصابون وصناعة الصابون؟ في دورة جديدة الحين. خليت عن الدورة لصناعة الصابون. حلو. في دورة اللي هي دورة صناعة الصابون. نعم. واللي نظمتها نظمها معهد سمارت كي للتدريب الإداري للتعرف على تقنيات وأسرار صناعة الصابون واللي هو عالم الروائح الجميل. عالم الروائح. يلا نروح. يلا خلينا نشوف مع بعض. قدمنا اليوم دورة في معهد سمارت كي في الفجيرة، دورة صناعة الصابون منتجات التجميل الأخرى مثل المرطبات، مرطبات الجسم والمقشرات. الحضور ما شاء الله كان مميز، العدد وايد حلو والفريق متعاون. حتى عندنا حضور ما شاء الله من الإمارات الباقية، عندنا من عمان، عندنا من أبوظبي، وكلهم ما شاء الله وصلوا للفجيرة، وعندنا حتى متدربة ما شاء الله وصلت لنا من السعودية. والحمد لله لين الحين الدورة ناجحة بكل المقاييس بالنسبة لي، وخذوا الأساسيات وأبدعوا ما شاء الله وأنتجوا كميات حلوة، وإن شاء الله مستمرين في المحور الثاني للدورة. الدورة اللي هي أنا لأني مختصة في مجال الصابون، فأغلب الدورات اللي أسويها هي صناعة الصابون بالطريقة الباردة، الدورة الوحيدة اللي أنا مختصة فيها أكثر من أنواع الصابون الأخرى، ومنتجات الجسم اللي هي اللوشن اللي هو المرطب الجسم والمقشرات، مقشرات الجسم، وإن شاء الله مستمرين في هالمجال. جايتهم من السعودية، قريت إعلانهم في التلفزيون وفي التويتر وإنستغرام. طبعا أنا حابة شغلة الصابون وما يعني ما لقيت المكان اللي أتوجه له، فلقيت إعلان سمارت كي والمدربة شهد الهاشمي وجيتهم من المملكة. تعلمنا الأساسيات صنع الصابون واللوشن والصنفرات من الصفر وبمواد طبيعية وخام، يعني انها تناسب كل البشرات بكذا فائده بكذا منتج باعشاب والالوان الطبيعيه. طبعا كان عندي الحب هذا من اول، بس ما لقيت المكان الجهه اللي تعلمني اساسيات صناعه الصابون واساسيات عمل الشيء هذا بطريقه صحيحه. سعدت اني شاركت دوره الصابون مع المدربه شهد الهاشمي، ما شاء الله عليها ما قصرت. بدأنا بالصابون من الخطوات الأولى من الزيرو، المواد الخام، وسعدت الصراحة أني شاركت بالدورة هذه، إن شاء الله تكون بداية مشروع تجاري حقي. والحين بنروح لعالم الدراجات الجميل واللي وايد شباب يحبونه وانا احبه. والحين بنروح لمهرجان اف 3 رايدرز الخيري للدراجات المعدله اللي راح يقام المهرجان في الرابع من ابريل المقبل ان شاء الله يا مروه. وللحديث اكثر عبد العزيز ومشاهدينا عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو الاستاذ موسى يوسف الحمادي، قائد ومؤسس فريق اف 3 رايدرز للدراجات الناريه. اهلا ومرحبا فيك. مرحبا. يا مرحبا. وايضا معانا الاستاذ حسين علي البلوشي نائب مدير فريق اف 3 رايدرز للدراجات الناريه. اهلا ومرحبا فيك. يا مرحبا. منورين. نورتونا في الاستديو. مشكورين على الاستضافه. جزاك الله خير. هذا مكانك. انت
انت توك تقول انتم قاعدين في الاستوديو برا امطار شوقتني نبغى نخلص بسرعه مع الدراجات كيف الامطار شو الشعور؟ لا سيفتي ما نطلع في الامطار وايد ما تطلعون امطار برا سيفتي يكون انا هي. خلينا نتكلم عن المهرجان والهدف منها والهدف من المهرجان. الهدف وايد له في اهداف هذا الحفل جمعه الشباب والاخوه والتعارف وايد بيكون ان شاء الله في اهداف. زين تكلمنا عن المهرجان شو اللي يصير في المهرجان الامور والفعاليات اللي راح تكون في المهرجان؟ طال عمرك مرتبين في مسابقات اللي هي افضل دراجه راح تكون وافضل رسمه وبالاضافه نستقبل قريه العائله ويانا هم الاطفال وايد وايد مسابقات ان شاء الله راح هذا اللي تقصدونه بالدراجات الناريه المعدله ان عليها رسمات والوان وشيء خبرنا اكثر بشكل مفصل. الدراجة تقضينا وكالة والهاوي الراعي الكاستم أو الديزاينر أو شيء يضبط الدراجة الإضاءات كل شيء يشيل أشياء من الوكالة يضيف شيء من مخه ومن مخيلته. أنا مثلا بكبر الرينك ما يجيش من وكالة كبير أنا بكبر الرينك بكبر التاير بسوي إضافات على الدراجة شيء ثاني غير عن الوكالة. هني تطلع الدراجة المعدلة اللي احنا نسميها مثل الفيست اللي لابسنا على فكرة هو فيست بس هو معدلنا محط عليه بروشات صح؟ زين خلينا شاركات خلينا نسأل الأستاذ حسين الرياضة هاي مدى انتشارها في دولة الإمارات كيف تشوف انتشار الرياضة هاي في الإمارات؟ هي بالفترة الأخيرة انتشارها بشكل كبير صراحة وزادت الفرق في دولة الإمارات لكن العائق الوحيد اللي هو السبونسر ما في سبونسر وما في اتحاد يرعي هذه الهواية ما في اتحاد أو جمعية نحن نتمنى أن تكون في جمعية أو اتحاد يرعي هالفرق ونحن من هنا من برنامج 7 على 7 يعني نتمنى أن يكون في سبونسر ويكون في داعم لهذه الرياضة الجميلة والرائعة يعني إن شاء الله نحن نتمنى هالشيء على الأقل جمعية عمومية صحيح. زين شو أهمية المهرجان عند الشباب يعني أحس الدراجات النارية هي الشباب ولكن ما اعرف هل في عنصر نسائي في عنصر نسائي عندهم فريق شارك ويانا بعد اوكي خبرنا اول شيء عن الشباب انا باخذ الدراجة عن البنات ها انا اخاف اول مره بسوق الدراجة والله انا اخاف ما في اخوف شو اهميتها عند الشباب انزين خبرني حريه خلينا نقول حريه استمتاع شو زين اباك تركز على حريه ليش انا حريه شو نفس الطير اللي يطير حرته شوف اذا عندك ضغوطات يوم يركب على يوم الدراجه هذا الضغوطات كلها تنسى يوم يطلع على الدراجه يحس بعمره سوبرمان يعني تفضل استاذ موسى انت قلت حريه وكنت بتعبر شو محطين احنا عشان نسر صح جناحه شو يعبر تقريبا الجناح يعبر عن الحريه نطير هي نعتبر يعني انه حريه لنا مش مقيدين بسيارة لا خلاص نحن كنا طايرين في الجو يا سلام مو بنفس السيارة مسكرة واختناق والحين أكثر فترة يعني هو الجو جميل فتستمتعون أكيد بالدراجة النارية وايد نحن نستغل الشتاء قبل يخلص نستغله كذا 5 شهور يعني أنا أنا, أنا أنا مش محترف وياكم هل ينفع أدخل ولا لازم أصير محترف؟ ما في كلمة محترف هي هواية 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 ماشي محترف آخذ دراجة وأشارك وياكم عادي حياك يعني عادي للهاوي يعني مو بلازم واحد يكون محترف مش ما في احتراف زين مروه خلاص شهادة قيادة ليسن لازم كيف بروح تتقيد بالفريق في شروط بالفريق ما يدخلنا الشروط اللي عندكم لازم يكون عنده ليسن لازم علشان يطلع ما يدخل الفريق إلا عنده رخصة قيادة دراجة زين في بعض الأشخاص يركبون ورا صحيح. هذا عادي هذا ما يبالى يعني اقدر اكون وياهم صح زين نروح للفعاليات اللي بيتضمنها المهرجان هذا خبرونا فعاليات عندك يلا هي بتكون في مسابقه سلو ريس اوكي وبتكون في تقريبا 10 فئات للدراجات المعدله 10 فئات وبتكون في مسابقات للاطفال أنا أشكر هيئة تنمية المجتمع في دبي قرية العائلة هم شاركونا ودعمونا وأوجه شكري إلى المرشدة الاجتماعية شيخ المري اللي هي وقفت معنا في موضوع المهرجان هذا نوجه لها تحية فبيكون في مسابقة حق الأطفال نعم وبيكون محلات في محلات اكسسواري حق الدراجات وفي خصم حق وقت الليفنت بيكون في خصم من رايدرز ستيشن اللي هو الراعي الرسمي وطبعا بعد نشكره ونشكر موانا دبي اللي وقفوا معانا بخصوص المكان وساعدونا في اشياء كثيره صراحه وين المكان اللي راح يكون ان شاء الله
مكان في ميناء راشد بيكون في ميناء راشد في دبي. وكم مدته؟ هي تعرفها انا عارفه من ورانا انا شايفتنهم هي تروح من ورانا يعني لا بس المكان هناك بيكون على مرسل يخوت. المكان فعلا مكان شرف وجميل صراحه يعني. نعم حلو. نعم كم مدته؟ يوم تقريبا يوم حماس لانه راح نكون خارج ما في معرض او شيء. انزين شو الجهه اللي بيروح لها ريع هذا المهرجان؟ والله الجهه الخيريه شوي للحين لحد الان احنا ما استقرينا على خيريه نعم. على جهه خيريه والحمد لله وايد بجهات وان شاء الله بنثبت على وحده بعدنا ما اعلنا عنها. الجميل نعم. ان الهدف ان منكم ان الاخر شيء راح يروح لمكان خيري نعم. وهذا هدف نبيل يعني في الاخير نعم. فجزاكم الله خير عليه. طول عمرك ما تقصرون حاضرين نحن نورتونا. طول عمرك نوركم مشكورين على الاستضافه قناه الجيره على استضافتها. اللقاء جميل وخفيف كان. شكرا لك الاستاذ موسى يوسف الحمادي قائد ومؤسس فريق فزع نعم وللدراجات الناريه والاستاذ حسين علي البلوشي نائب مدير الفريق. شكرا لك اخوان حياكم الله جزاكم الله خير. الحين بنروح لاطلاق حمله مشاريع شهر رمضان المبارك وبشر المحسنين. طبعا كانت تحت رعايه كريمه من هيئه المكتوم الخيريه وبنك دبي الاسلامي. يلا نروح للتقرير. يلا يلا أولاً أرفع أسماء آيات الشكر والتقدير لسيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة وإلى ولي عهد الأمين وإلى سمو الشيخ صالح الشرقي وإلى سمو الشيخ حمدان راشد المكتوم على هذا الدعم المتواصل إلى جمعيتين وهما هيئة المكتوم وجمعية الفجيرة الخيرية. طبعاً هالجمعيتين هما عماد العمل الخيري في دولة الإمارات مدعومين ب جمعيات أخرى ومحسنين آخرين. هيئة المكتوم تعتبر جمعية الفجيرة رافد كبير من روافد العمل الخيري في الدولة ودعمهم يستمر حسب الموازنات المقترحة في السنين الماضية ولن تقل بل بالعكس. أضاف لها الشيخ حمدان مكرمة جديدة وهي إرسال 25 سيدة من سيدات العمل المنتج إلى العمرة وإضافة 53 مكينة خياطة سترسل في هذا الأسبوع إلى الجمعية لكي تعطي المجال ل 53 أسرة أن تعمل وتنتج وتقوم هيئة المكتوم بشراء منتجاتها. هيئة المكتوم اشترت إنتاج الجمعية قبل حوالي أسبوعين وأرسل هذا الإنتاج إلى بعض الدول وحظي باهتمام بالغ وبإعجاب بالغ من قيادات تلك الدول وأمرت هيئة المكتوم باستقطاب المزيد من هذه المواد وأنا متجه الآن بعد هذا المؤتمر إلى الجمعية لكي أشرف على قضية شراء الإنتاج وإرساله إلى تلك الدول حسب ما وعدتهم. كما هو معتاد في كل عام دائما نقدم يعني اللقاء السنوي لما قبل رمضان ونذكر جميع المحسنين بما تجود به أيديهم لتقديم العون للمحتاجين. وجمعية الفجرة الخيرية يعني لها يعني خدمات كبيرة في المجتمع في إمارة الفجيرة وخدماتها تعدت الأمور التقليدية وصلت إلى أمور تنمية الأسر ومساعدة الطلبة وجميع الفئات شرائح المستحقة للمساعدة. وكالعادة بالنسبة بما يتعلق برمضان يعني لهذا العام هناك 53 خيمة في جميع أماكن إمارة الفجيرة والمستفيدين في السنوات السابقة من الإطعام في رمضان تعدى 650 ألف شخص في رمضان الماضي ونعتقد أن هذا العام العدد بفوق الأرقام السابقة. الله يوفقك.
وفقهم ان شاء الله. حلو عمل الخير فعلا عبد العزيز. نهايه البرنامج انا بسالك الحين انت شو بتسوي عقب؟ بروح اشرب متة على فكره. قبل الهوايه انا اشرب قهوه وعبد العزيز يشرب متة، تبادلنا الادوار. احنا لازم اروح اجلس مع الاستاذه لما واشرب متة. اكيد تحيه كبيره لها. طبعا وصلنا لنهايه برنامجنا اليوم، كان برنامج جدا جميل ورائع وخفيف وحلقه خفيفه واستمتعنا والله ويا مع اطلالتك راحت الكلمات. المهم سعد جدا اني انا قدمت الحلقه اليوم. انا اسعد. تصبحون على خير وسعاده ونشوفكم باكر على خير في نفس الموعد ان شاء الله تعالى. تصبحون على الف خير مشاهدينا، وتصبح على خير ايضا عبد العزيز. تريونا باكر في نفس الموعد الساعه 7 المساء. في امان الله. في امان الله ورعايته.